صار لنا تقريبا حوالي 5 أشهر عملنا بحث عن المي ومصادر المي اللي بتجي على هولندا. بنشارككم هذا البحث وحبينا نخبركم عنها. نعم مصنع شفنا كيف المي بتتنظف وكيف يجيبوها لهولندا، ونحن حابين يخليكم تعرفوا شو احنا استفدنا من المي، شو احنا عرفنا عن المي. نحن حابينكم كمان تحكوا لنا شو عملتوا، شو وشو تجاوبونا على الأسئلة هيك شغلات. نانسي عطتنا أسئلة واحنا بحثنا بالإنترنت وجاوبنا عليها هون، وهون وحكينا انه بالدول انه كيف وجربنا كمان جربنا يعني عدد انواع من المي ندوقها ويعني نعطي راينا فيها اذا هي جيده او جيده جدا او سيئه، واذا فيها اذا احنا بنتوقع اذا فيها مواد حافظه او لا. وين ساكنين؟ هنا تعلمت مصلحه الحلاقه، وفي عالم كثير سوريين بيجي لعندي يعني تغير عليهم. احكي تجربتك مع المي. وانا بسوريا كمان كنا نحضر المواد.